الحمد لله ان احنا كنا هنا في الدوره هذه وفي البطوله دي. الحقيقه يعني انه سمو الامير فهد بن سلطان عمل حاجه ممتازه لمنطقه تبوك. احنا سعداء نادي الاتحاد ومع اخواننا الانديه الاخرى الثانيه اللي هنا. حقيقه انبسطنا واستمتعنا فيها وان شاء الله زي ما وعد سمو الامير ان هي تكون كل سنه. احتاج كلمه صادقه من الاتحاديين لي انا شخصيا ولاداره النادي يوجهونا، احنا مستعدين. يعني قلوبنا مفتوحه نستمع منهم على اي حاجه. الحمد لله توفقنا في اللاعبين المحترفين كلهم يعني ممتازين. يعني انا اذكر بالضبط مثلا الاخ فهد الانصاري لاعب منتخب الكويت، لاعب مميز اخلاقه مميزه، رجل على خلق وعلى دين. نفس الشيء الكابتن احمد العكايشي كابتن منتخب تونس ونفس المستوى ونفس الخلق ونفس الهدف. عندنا كمان الكابتن كهربا محمود كهربا برضه لاعب مميز من مصر. بعد كده دعم رجالات الاتحاد وجماهير الاتحاد كلها ككل. النادي يحتاج ناديكم زي ما يقولوا يناديكم، يحتاج كلهم انهم يوقفوا بجانب النادي. السر انه يكون قلبك نظيف صادق وتحب الناس، هذه بسيطة يعني ما فيها حاجة. خلاص بداية من اليوم الانطلاقة حقت الروح الاتحادية حقتنا العايدية اللي احنا دائما نتغنى بيها ان شاء الله. ما ادري هو انا مجنون ولا عاقل، لكن انا اعتقد ان انا عاقل. ما همني الانجازات اللي انا سويتها مقابل اني انا اخدم نادي الاتحاد. وطالما اجتمعوا الاتحاديين وقالوا والله انت من يعني يكون في هذا المكان الان، فانا لبيت طلبهم. اللاعبين انا اقول لهم هم رجال، هم الاساس حقونا. احنا من يوم ما هم ينزلوا الملعب والبساط الاخضر خلاص ما صار دورنا اي شيء غير هم. فهم عليهم انه يفرحوا الجماهير، وانا متاكد ان هم حيعملوا على هذا الشيء، وهم فعلا بيبذلوا مجهود كبير الان انه هم يعني ان شاء الله يحققوا الشيء اللي تحبه الجماهير باذن الله. أنا في الأخير طالما أنا في مدينة تبوك أحب أوجه لسمو الأمير فهد بن سلطان شكري وعمق شكري مني أنا شخصيا ومن أعضاء مجلس الإدارة ومن أعضاء شرف ومن الجمهور الاتحادي على حسن الضيافة وكرم سمو الأمير. وأرجو إن احنا نلقاه السنة الجاية بإذن الله. ما عننا وعنك مهما يجي.